شوف يا اخوان، هذا حريق هنا. وش هو الحريق هذا؟ الحريق زيت مطبخ، في مطبخ. ايش رايكم انا يا اخوان لو طفيته بالشكل ذا ينطفي؟ هذا لو انطفى خطر، واحتمال اللي داخل هذا يرتفع للسقف والحريق ينتشر في لحظه الى المحل ده كله. ايش رايكم؟ لكن لو طفيته بالطريقه دي ها ينطفي. خلاص انا عرفت الطريقه، انا سويت لكم تشبيه علشان اسوي التطبيق بمادة التشبيه. الغاز نبعد الغاز، باقي الامور تصير سهله عندنا. اوكي؟ الان شوف ها انتبهوا انتم الدليل. يقول نحن نميل اينما مال الدليل. انت معي بالدليل، ما اسوي لك شيء دليل، لا تقول انت صادق. هذه نار. طيب شوفوا يا شباب. ها. ها ما طفت. ابو ثالثه ها ما طفت، لكن مره واحده شوف. اللهم صل على محمد وال محمد. طفت. انا تعاملت معاها بطريقه صح. انا الهدف ترى هذا ليش يروح فوق؟ ليش؟ لانه يخلق ضغط. انت يصير عندك ضغط.